أغلبنا تمر علينا في بعض الأوقات مؤشرات على الأظافر، لكن ما نعرف إيش هي دلالتها، وهل هي في الأساس نقص في فيتامينات معينة ولا بسبب عوامل خارجية؟ أكيد راح نتعرف أكثر حول هذا الموضوع. راح في الاستوديو بأخصائية التغذية أستاذة وجدان قطب. هلا وسهلا بك أستاذ وجدان. أهلا وسهلا فيكم. يعني هل ممكن من خلال أظافرنا أننا نعرف أننا نعاني من مشكلة صحية؟ أكيد، لأنه هي مؤشر. يعني هي بتعطيكي دلالة، بتعطيكي مؤشر انتبهي انه ايش الناقص عندك او ايش ممكن يكون الخلل داخل الجسم. فهي دائما زي ما بيقول العين، الجلد، البشره، الاظافير، هذه دائما الشعر حتى جميل. بيبين لنا ايش الاشياء النواقص في جسمنا. يا لهوي على موضوع الشعر ده، فتحتي لي جروح. بس خلينا نركز في الاظافر، لانه يمكن احنا كسيدات بنعاني من موضوع الأظافر في كثير حاجة. أول شيء عندنا شغل البيت، صح. ثاني شيء عندنا العمل، فإحنا لازم نرتب أظافرنا عشان نروح العمل، خصوصا اللي مثلا لازم تعمل مانيكير وبديكير. ولسه أمس كنا بنتكلم عن الجل، صح. ففي مواد ممكن تكون قاسية شوية على الأظفر نفسه. كيف أنا أقدر أفرق ما بين المشاكل اللي ممكن تظهر من الجسد، من جوا جسمي، من داخل الجسم، وبين الأشياء الخارجية هذه؟ شوفي، كل حاجة في الأظافير لها دلالة. يعني أنت أول شيء من كثر ما الواحد يستخدم مانيكير وشير وشير وحط، حتلاقي يبدأ يصفر الظفر، صحيح. هنا تبدأ أنت تعرفي أنه هذا الصفار مش مرضي، هذا الصفار معناها من استخدام كثرة الأسيتون وكثرة المانيكير. وممكن أحيانا ألوان تعمل لك صبغة على نفس الظفر، صح. بعض الألوان زي الأحمر والفوشيا هذه تصبغ نفس الظفر، فهنا تبدأ تنتبهي. يجي المرحلة الثانية اللي هي الأشياء المرضية، يجي فرق أنه فيها بياض، يجي فيها اصفرار، يجي فيها شحوب، هنا تبدأ تميزي. أحيانا لما يكون فيها شحوب معناها المشكلة هنا تكون في الكبد. الشحوب اللي هو اللون كيف يكون؟ لون يكون باهت. باهت يعني تحس الظفر باهت ميت، يعني ما تحسي فيه الحيوية، ما في لمعة الظفر، وتحسي كذا أنت لما تطالع فيه تقولي أنه في شيء مو طبيعي. حلو. فتقومي تقولي انه والله هنا تقولي روح افحص يعني مشاكل الكلى عشان لا تكون الكبد، سوري، لا يكون في مشاكل في الكبد. عاده يكون في ناس اللي عندهم كمان، تلاحظيها على الناس اللي عندهم فشل كلوي، لو طلعتي في اظافيرهم حتلاقيها عندهم دائما الشحوب. مش ممكن يكون مثلا نقص المويه او نقص فيتامين معين؟ المويه هنا شيء ثاني. يعني نيجي مثلا الصفار هنا غير زي ما قلنا الاظافير والمناكير وكذا، ممكن يكون عندك مشاكل في اللي هو لا سمح الله القلب، فقر الدم، هنا ممكن انت تدخلي في شيء ثاني. فدائما احنا لما نقول الاظافر معناها لازم نروح نحلل. احيانا يكون نقص فيتامينات، احيانا نقص معادن، احيانا نقص في مغذيات، سوء تغذيه. لما نقول الزراق اللي في الاظافير، في ناس تزرق اظافيرها بسرعه، صح. فممكن يكون من البرد، لانه انت تكوني جالسه في مكان بارد فيزرق اظافيرك. ايش السبب انه زرقت اظافيرك؟ انه الاكسجين يكون وصوله للاظافير قليل. فهذا الناس اللي هم يا إما كبار السن بيعانوا منه، أو حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الرئة يكون عندهم مدخنين أكثر، أو جلسة مع مدخنين يكون تدخين سلبي. فهنا تقولي إنه الزراق هذا مش من برد، هذا الزراق يكون ناتج عن نقص الأكسجين اللي موجود في الدم. ولو راحوا حطوا التحليل أو الجهاز اللي بيشوف الأكسجين في الدم حتلاقيه ناقص عندهم. ليش؟ لأنه بينت الأظافير. في ناس بتتكسر وتتقصف وتلاقيها دائما ما يمديها تطول إلا هي متكسرة على طول. مزبوط. هنا بيكون كمان نفس الشيء، لازم يحللوا عشان يعرفوا إيش نوع النقص الفيتامين أو المعادن. مهم جدا إنه لما نيجي ناخد الفيتامين لازم نعرف إيش المكمل له اللي يحفز امتصاصه، لأنه أنا مو معقول حاخد بس فيتامين دال، طيب الكبد حيمتص كم من الحبة اللي أنا ببلعها مثلا. فلازم نحفز امتصاصه بدل ونعززها بالغذاء. أيوة بالغذاء. يعني مثلا الناس اللي تاخذ فيتامين د مهم انها تاخذ مثلا مغنيسيوم وبوتاسيوم، اللوز، السالمون، التوت، البرتقال. يعني نبدا نعزز ايش الاشياء اللي ممكن تساعد في الامتصاص. من الاشياء كمان المهمه انه الواحد لما ينتبه لاظافيره مع شغل البيت زي ما قلتوا، زي كمان لما الواحد يبدا يشيل الاشياء الثقيله انكسر تتكسر من طرفه، لا ابدا انتبهي ابردي ضبطي. ليش؟ لانه اذا مشي حيبدا يضعف الظفر كامل. عفوا، اذا مشي ايش الانكسار؟ يعني الكسر نفسه مشي حيألمك وممكن ياثر على العروق حقه الظفر. فهنا ايوه هو بيسبب الم، يعني يمكن احنا نعاني منه كثير. فهنا دائما نقول التغذيه الصحيه، سوء التغذيه مؤشر
قوي جدا في الاظافير اللي هي تتكسر تتخصف تحسيها بهدة تحسيها ما بتعيش وما تطول. في ناس اظافيرهم ما تطول بالضبط. ابغى اسالك على هذا الشيء، في ناس ما شاء الله الاظافير مره طويله وتطول مره بسرعه، وفي ناس مستحيل تطول تفضل طول عمرها قصيره ويعانوا انه يطولوها انها ما هي راضه تطول الاظافير. هنا معناها المشكله في سوء التغذيه. يعني ما شاء الله تبارك الله دائما احنا نقول انه اللي تلاقي اظافيرها طويله وتطول بسرعه او قويه ايوه بيسحب الكالسيوم من جسمها، ترى ممكن يكون في عندها نقص. عشان كذا الحامل نقولها لا تطولي اظافيرك، والمرضع كمان. أيوة. ليش؟ مش عشان انه والله شكلا وعشان تخربش البيبي ولا لا 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 لا. أيوة. الفكره انه بيسحب الكالسيوم من الجسم. فلما تنسحب اول شيء يروح له اللي هو الاظافير. طب لما تروح للاظافير معناها بيصير نقص في الجسم احيانا، صح؟ فعشان كذا الحامل والمرضع لازم تاخذ كمان مكملات. ايوه. اما الناس اللي لا طبيعيه ولا هي حامل ولا مرضع وبتتكسر اظافيرها او ما تطول اظافيرها، هنا نبدا نقولها عندك مشكله في الغذاء، ممكن يكون تغذيتها سيئة، دهونها عندها مثلا نسبة الدهون اللي بتاكلها أعلى. فهنا نبدأ نقول لها حسني المحتوى اللي أنت بتاكليه، تبدأ تكثر خضروات وفواكه، بس طبعا بعد ما تعمل تحليل عشان نعرف كمان إيش يكون ناقص وندعمه مع بعض. طيب ذكرت كمان في مشكلة قرأت عنها قبل كده، أنه أشخاص لما تطول أظافرهم بتطول عادي، بس بيجي طول معين يبدأ الظفر ينتني يميل. أيوة. ليه؟ هذا جزء منه وراثي على طبيعة شكل الضفير، وجزء منه على حسب طبيعة الحياة اللي بيعيشها الإنسان. فيعني إذا واحدة جالسة في البيت ولا عندها شغل ولا عندها شيء، فهو بيطول بياخذ الشكل اللي هو بيطول عليه، سواء أنه هي بتبرد فيه بتسوي دائري بتسوي مستطيل. لكن الناس اللي مثلا بتشتغل وما بتنتبه لشغلها وبتشتغل بيدينها، بتلاقي أصلا أنه فيها شراشيف، صح؟ ليش؟ لأنه هي عرضة لأنها مثلا تتكسر، أو عرضة لأنها إنها تتخدش. فدائما حتى النتوءات، في بعض الناس تلاقي عندهم نتوءات الظفر كده، صح؟ نازل. وفي ناس عندهم السواد اللي في آخر الظفر أو اللون البني في آخر الظفر، هذه كمان تؤثر لأنها مشاكل في الجهاز الهضمي. فدائما الناس تقول لا والله أنا بس هذه طلعت لي من زمان، هذه موجودة في أظافيري من زمان. لا، هنا لازم الواحد ينتبه إنه هي أصلا مشاكل، فلازم وأول شيء يبين علينا هو الأظافير، لأنه الجهاز الهضمي هو الامتصاص وهو الهضم وهو الأشياء اللي بيستفيد منها الجسم من الأكل اللي إحنا بناكله. فالأظافير بتبين لنا، هنا نبدأ نقول إيش الخلل اللي عندنا، هل هو الكبد، هل هو الأمعاء، هل هو مثلا المعدة فيها شيء. طيب إذا ما لقينا مشاكل والحمد لله، معناها نشوف فقر دم، قلة أكسجين، نبدأ نشوف الفيتامينات المعادلة عشان نبدأ بس نعدل. فهي مؤشر سريع نقدر إحنا نعدله بسرعة. يعني يعني بالفعل ما كنت أدري أنه قد إيش مهم. أيوة. الواحد الموضوع لازم يطول في أظافيره، أي علامات تظهر غير اعتيادية أو غير صحية لازم ينتبه لها، هيعرف أنها مؤشر ممكن لسبب مرض أو سبب في الجهاز الهضمي أو الكبد أو القلب. يعني هذه مؤشرات جدا مهمة لازم الواحد ينتبه لها. دائما نشوف في الصيدليات المكملات الغذائية للأظافر مع الشعر، يقول لك هذا المكمل للشعر والأظافر. بالضبط، للشعر والأظافر. فما يعني ما مدى الاستفادة من هذه المكملات، وليش دائما مربوط صحة الشعر برضو بصحة الأظافر؟ إحنا دائما نقول فيتامينات الجمال هي أربعة، ألف ودال وهاء وكاف، فهي دائما مرتبطة. طب الأظافير والبشرة والجلد والشعر كلها جمال للمرأة أو للرجل، فدائما مرتبطة. فالمغذيات اللي تغذيهم هي نفسها باختلاف النسب، يعني مثلا أنت محتاجة فيتامين دال في الشعر مثلا أقل أكثر زي الجلد، يعني هنا هذه النسب المتفاوتة. ولكن اللي أنت تحتاجيه بصفة عامة كجمالي كفيتامينات وأملاح معدنية أنت موجودة لكل الجسم بصفة عامة، الشعر البشرة والأظافير. فدائما والكورس هذا لما تجي تاخذيه ما حتاخذي شهر وتقولي والله ما بينت على أظافيري، اي صح، ما بين على شعري. لا، لازم الكورس يكون اول حاجه 3 شهور. بعد 3 شهور تقدري تحكمي انه هذا الكورس كان ناجح معك او غير ناجح. يعني لا تستعجلي، احنا على طول من اول اسبوع اذا ما ظبط أظافيري ما تحسنت السواد باقي. ايوه. لا ما ينفع. حتى الناس اللي تعاني من تساقط الشعر تقول لا، دائما الكورس اللي يعالج بالنسبه للبشره للجلد لهذا دائما ياخذ 3 شهور. ليش؟ لانه معليش احنا قاعدين نعبي من جوا، نرتب من جوا، فتعرفي اللي زي اللي مكسر يبدا يتظبط اول ويتصلح وبعد كده يبني وقت عليه. صح. صحيح. انا اعتقد انه النقص سواء كان نقص فيتامين او زي ما قلتي ننظف من جوا، بناء عليها يبدا يبان على جسمك ويبان على مثلا اظافر او شعر. لكن كمان وانت بتحكي دحين عن الاظافر اللي بيكون لونها بني، يعني دائما كمان ما بنلاحظ بيعانوا كثير من الاشخاص
الأظافر اللي لونها بني في الأظافير القدم وناس وأطباء بيقولوا بسبب يعني الشوز وانت بكلام أحيانا لأنه أحيانا يكون الضغط للجزمة مثلا أوكي. طب يعني معناته ممكن يكون سبب ممكن يكون صحي. أثر خارجي يعني الجزمة أنت بتلبسيها تكون ضيقة فبتضغط على مثلا لكن في إيش السبب الصحي قد يكون أنا أقول. قد يكون سوء في الجهاز الهضمي في خلل في الجهاز الهضمي أيوة. يعني الأظافر سواء في اليد ولا في الرجل هي أيوة. واحدة هي مؤشر أيوة. فدائما حتى الجفاف ترى وزي ما قلتي أنت الموية تخلي لك الظفر صحي بينمو بصحة طبيعية وتخلي لك هو أنه النمو الطبيعي المعقول في ناس زي ما قالت أنه بيطول بسرعة هنا الطول بسرعة هذا معناها زي ما قلنا بيسحب كالسيوم طب يمكن الكالسيوم اللي موجود في العظام بينسحب بيطلع في الدم بيروح في الأظافير طيب أوكي أنا لازم أنا أتأكد كمان عوض. الكالسيوم الداخلي أيه هنا أوازن هنا عشان كده أيوة. طيب أستاذة وجدان خلينا نتكلم على بعض الحاجات التجميلية اللي بيسووها السيدات عشان يطلع شكل الظفر حلو لكن هي ممكن تسبب مشاكل الظفر يعني مثلا بيبردوا القشرة الخارجية للظفر عشان يبرد عشان يلمع صح هذا الشيء صحي ولا لا؟ هو مو صحي لأنه أنت بتشيلي طبقة من طبقات الظفر يعني الله لما خلق لنا الظفر خلقه بطبقات معينة لما أنت بتشيلي طبقة معناها أنت بتضعي فيه الطبقات الأخرى بيصير عرضة أكثر مثلا للإصابة بأي نوع من الالتهابات ممكن يكون عرضة للنتوءات أيوة نتوءات يصير في عنده خلل أنه ممكن يدخل أي بكتيريا أي ممكن ويضعف الظفر هو ضعف ممكن يتكسر لأنك أنت شلتي منه طبقة يعني فهذا هو من جهة تانية كمان أنه لازم الواحد يهتم أنه تنظيف لما اللي متعود يروح ويعمل تنظيف ومانيكير وبديكير يعني أحيانا كثرة التنظيف كمان استخدام المواد الكيماوية تؤثر صح لأنه هي بشرة وأظافير فإحنا كل ما استخدمتيها كل ما بتأثر على المدى البعيد أنه بتسبب لك جفاف في الجلد دائما نقول إحنا حتى لو الواحد بس يرطب يدينه كل غسلة بعد ما تغسل يدك بعد ما تتوضي لو رطب يدينك حط شوية كريم بس أطراف الأظافير بحيث الجلدة اللي عند الظفر ما تنشف وما تموت هي لما بتنشف وبتموت إحنا بنضطر إنه إحنا بنسوي مانيكير وبديكير فعشان كده الترطيب جدا رطبتيها مهم أنا بقول لك عشان كذا الترطيب جدا مهم بدل ما حتسويه مثلا كل أسبوع حتلاقي نفسك أنك أنت أخذتي إلى أسبوعين ليش؟ لأنك يدك أنت حافظتي على رطوبتها حافظتي على حتى لما ترطبيها بالكريم أصلا كمية الموية اللي فيها بتبقى ما بتنشف بسرعة مع تعرض الواحد للحر وللشمس طب وجدان اسمحي لي كان برضو في سؤال جدا مهم بالنسبة للأشخاص اللي بيطلع ظفر على الظفر هذه أنا أحسها مشكلة مرة كبيرة وبيعانوا منها خصوصاً بعد كبار. الحادث أو بعد ضربة بالضبط هذه أو بيطلع ظفر في جنب الظفر هذه أغلب ما حتكون مشكلة تجميلية يعني إحنا لو جينا نتكلم إنها تجميلية لا يعني حتى لما تروح للدكتور تجميل وتقولي له الظفر طالع على الظفر بيحولك إيش لدكتور عظام لأنه ممكن يقلع لك الظفر هذا ليش لأنه طالعة يعني زي العظمة على عظمة بتربي لك عظمة على عظمة صح. في ناس بيكون عندهم من ضربة بالذات الناس اللي بيلعبوا كورة إذا كانوا أولاد في المدرسة وزي كده وحتى البنات بتلاقيها لو انخبطت في جدر في طاولة في أي شيء فهو بيخبط فبيطلع هو بيطلع لفوق وبيطلع واحد الثاني هذا خلاص صار شبه ميت بس صح. معلق من أطرافه والثاني بيطلع من تحته فبتصير لازم ينقلع يعني بالفعل موضوع جدا مهم صحيح. وما لازم كمان ننتبه له دائما أظافيرنا هي انعكاس لصحتنا صحيح. شكرا لك أستاذة وجدان شكرا لوجودك معنا اليوم نورتين مشاهدينا لا تنسوا أنكم تفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي أراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها خلونا نطلع فاصل ومن بعد مكملين باقي الفقرات